بدعوة من عمي الحاج حمودة عواضة. نعم يعني من 40 عام، حوالي 40 عام، كان عمي وأخوتي وعائلة آل عواضة جميعهم، قمنا يومتها بحفلة طويلة عريضة جمعت كل أهالي المنطقة حيث كان القصر. أنا ما مر على رأسي احتفال مثل هذيك الاحتفال أبدا، ولا بصير، لأنه الناس كان الكاريزما الموجودة بالسيد موسى الصدر كانت غريبة. سيد موسى كنت تحس فيه شيء من التقوى، فيه شيء من الإله، وأن ولله رجال على الأرض، وهو كان من رجال الله على الأرض، وكان زلمي على رجل على حق، كان سماحته على حق، ما يحكي، ما عنده، ما كان يميز، كان يدعي للتعايش والتآلف وكل شيء، ما واقف والله مع الطبقة الشيعية ضد الطبقة السنية، ولا ضد الطبقة المسيحية، ولا ضد الطبقة الدرزية، كان بهمه لبنان، كان بهمه التآلف ما بين جميع اللبنانيين. أكيد أكيد أكثر شيء كان يجي على بعلبك، كان يجي مع دولة الرئيس، كان يجي معه دولة الرئيس نبيه بري. عند كل ذكرى سمعت السيد موسى الصادر أنا ينتابني شعور غريب غريب غريب. هذا الإنسان حبيته بي وخي كان يعني الكلمة اللي يحكيها يحكي ذهب. كان أيش ما حكي بأي موضوع فات بأي، كل الناس تجتمع حوالي تكون أذان صاغية لإله، كان يتحفنا بأهم الكلمات وبأهم العبر وبأهم المواضيع، وكان ولا مرة كان على بطل، كان على طول على حق، وما كان عنده رؤى بعيدة كتير. واللي قالوا نحن عم نوصل، اللي قالوا سيد موسى الصادق نحن عم نوصل له.